تبارك الله. القوق هو موضوعنا اليوم في المغرب، ليه جوج ديال الاستعمالات ياك، مسلوق او بالجلبانه، لذيذ بزاف. ولولا انه تيكحل الفم لكان متعتك الخضر خصوصا. وتكلمنا كثير استاذ على منافع الخضر الخضراء والخضر النيئه. بطبيعة الحال اختي سميرة، فالقوق يعتبر بين الاغذية ديال فصل الربيع، الاغذية اللي الحمد لله كاينة في المغرب والثمن ديالها ثمن منخفض، والكل ربما تعرف بان القوق هو الغذاء ديال هاد الوقيتة هادي ديال هاد الفصل هذا. كيف ما قلت هذيك الكحولية ديالو تما فين كاين السر، تما فين كاين المعنى فعلا. فهذيك الكحولية هي اللي ان تعني بانه يعني بان القوق تنعرفوا غير تتقشروا السيدة باش تحطوا ضروري، ولما لا السيد بجوج نعم الأسبقية للنساء بطبيعة الحال واخا يكون السيد الا كان تعرف ينقي القوق راه مرتو اللي علماته، لان وراء كل رجل عادة من امرأة. تبارك الله، احنا راه بدون كنا لا تستمر الحياة، حنا نعترف بهذا. فهذيك الكحولية بطبيعة الحال لانها راجعة لمضادات الاكسدة، فالكحول القوق دغيا تيكحل لان هذيك مضادات الاكسدة اللي فيه تعني بان فيه مضادات الاكسدة بشكل كبير. الابعد من هذا، فالقوق هو فيه يحتوي كذلك على الياف غذائية بشكل كبير، وهو اللي تيميزه هو ان فيه جوج انواع الالياف الغذائية. فيه الالياف الغذائية المذابة والالياف الغذائية الغير المذابة. فهنا بطبيعة الحال هاد الجوج الالياف الغذائية اللي كاينين في القوق تيعاونوا باش يقادوا لنا لو ترونزيت انتستينال ديالنا، يعني الجهاز الهضمي ديالنا، وخصوصا المشاكل ديال القبض. والدراسات كلها تتربط القوق بامراض القلب والشرايين، وخصنا نعرفوا بان امراض القلب والشرايين هي السبب الاول ديال الوفاة في العالم. تقريبا عدد كبير الملايين ديال الملايين الناس تيموا بسبب هاد الامراض هادي. فالقوق تيقي من الاصابه من هذا الامر. داكشي علاش نقولوا الناس يحاولوا القوق ياكلوه دابا، ما يبقاوش يخزنوه ولا يديروه في الكونجيلاتور. واخا فاش تتكلم استاذ نبيل عياشي على القوق، واش باش يعني تتعني القوق خضر او القوق مطبوخ بالطريقه المغربيه مثلا في الطاجين مع جلبانه؟ نعم، هو بجوج بهم مزيانين، ولكن ان كان خضر هو افضل من انه طيب. هذا ما تعنيش اننا نديروا به طاجين القوق وجلبانه، ماشي مشكل. غير هو الناس هذيك الماء عاده ديك الماء اللي تسلقوا فيه القوق تيلوحوه. إذا كنا عارفين المصدر ديال هذاك القوق، يعني ماشي مصدر اللي موسخ بزاف إلى آخره، ولا ممكن نغسلوه مزيان، ولكن هذاك الماء اللي سلقنا فيه القوق ما نلوحوش، اشنو نديرو به؟ غادي نطيبوا به لي سوب، أولا غنديروه في الطاجين اللي كنا غادي نطيبوا الطاجين، ولا نشربوه كاع بشكل عام. علاش هذا الماء هذا شنو فيه؟ لأنه هو اللي عامر بالأملاح المعدنية، هذيك الأملاح المعدنية كل اللي كاينة في القوق تدوز لهذاك الماء، من بعد تنتناولوا أمور أخرى اللي تجي من القوق. فبحال مثلا القوق فيه واحد المادة اللي سميتها لينولين، وهاد لينولين تتلعب دور مهم جدا في تكوين واحد البكتيريا على مستوى الامعاء، وهاد البكتيريا هي اللي تتلعب دور مهم جدا في عمليه ديال الهضم. وبالتالي داكشي علاش نقولوا شوف كل غذاء عنده الوقت ديالو. الان الناس تيجمعوا تيديروا في الكونجيلاتور، هذا خطا. القوق ناكلوه دابا مع الجلبانه، راه ماشي غير هكاك باش جانا طاجين القوق والجلبانه. لفت هضرنا عليه البارح، طاجين ديال القوق مثلا ممكن يكون ممتاز ويكون جيد. القوق كذلك فيه فيتامين بي ناف، والاغلبيه الناس يعانيوا من هذا المشكل ديال النقص في هذا الفيتامين بي ناف. فالقوق تحتوي على هذا الفيتامين هذه بشكل كبير، والتناول ديالها فبطبيعه الحال تساعدنا باش اننا نقيو نفسنا من نقص في هذه الفيتامينات. هذا الابعد من هذا هو ان الناس الدراسات تربط بان التناول ديال القوق، تناول ديال القوق تيلعب دور باش اننا نقيو نفسنا من مشاكل ديال خصوصا سرطانات ديال الجهاز الهضمي. هاد السرطانات ديال الجهاز الهضمي اللي للاسف اصبحت منتشره بشكل كبير، واللي الاغلبيه ديال الناس ملي تنطرحوا السؤال منين جايه، بطبيعة الحال منين جايه؟ جايه من هذا المشكل ديال عدم تناول هذه الاغذيه هذه. وهنا القوق ربما كاين عندنا جوج المناطق اللي تيتكال ديال القوق. الناس تيعرفوا غير جوج، تيعرفوا هذيك البلاصه اللي مدوره القلب ديال القوق، اولا الاوراق ديال القوق، ولكن تنساو ما ناكلوش العود ديال القوق. صحيح، هذاك العود ديال القوق كنا تناكلو فاش كنا صغار. نعم كنا، ياك الوالده فاش تنقي القوق حنا تنبالي وبالي العود فعلا. فهذه للاسف يعني هذاك هذاك العود ديال القوق اللي سميناه هكا، فهو كذلك يمكن الطاجين تاهو خصو يطيب مع القلب ديال القوق، وهذوك الاوراق ما نلوحوهمش، لان بعض الاحيان الناس تيطيبوا هذاك القلب وتيلوحوا هذاك العود وتيلوحوا هذاك الوراق اللي كاينين على برا. فهذوك الوراق على برا كنا تناكلوهم شحال هادي. دابا للاسف كما قلتي في المقدمه ديالك حين تيكحلوا، ربما الناس ما تيبغيوش ياكلوهم، ولكن هذا خطا. يعني الناس خصهم يفهموا بان هذيك المكونات الغذائيه اللي كاينه في القوق كاينه في هذيك الوراق، وكاينه في القلب، وكاين في العود، ما يمكنش نفصلوا بيناتهم. وبالنسبه للكحوليه فيكفي اننا ناكلوا الليمونه ولا عصير الحامض من بعد
القوق تتحيد الكحوليه كامله. بيتيت سا في جولي اوسي. لماذا؟ اذا القوق انا عندي ليه بزاف الحيل باش نستافدوا منه. انا معك في ان طريقه الاحتفاظ به في الكونجيلاتور ما تخليناش نستافدوا من المواد في الوقيته ديالها، لكن بعد خطره سنبغيو غير نحيدوا عندنا هذيك التماره ديال التنقيه ديال القوق. هو صعيب التنقيه ديالو، خصوصا نحيدوا منه النياق. النياق كيف ما تتعرف هو هذوك التفل اللي تيكون في القلب ديال القوق، واللي تنستعملوه حتى هو باش نحضروا الريب. نعم ياك. صح. فاش نحيدوا النياق وتيبقاو عندنا القريبات ديال القوق، انا تنقترح على المستمعين انهم يصبروه. يصبروه علاش؟ يعني يخليوه في الماء لواحد المده ديال 3 ايام حتى سيمانه، يبدلوا الماء ياك، يجبدوه طبعا يكونوا حكوا بالماء بالحامض، من بعد يكبوا عليه زيت البلديه ويمسموا بشويه ديال الحامض، شويه ديال الزعتر. هاد القوق هذا يقدر يستعملوه في شلادة، يقدروا يستعملوه كذلك في البيتزا، في ليبات، اللي مالا. هذه الطريقه باش يكون عندنا قريب وقريب وقريب لينا، يعني ماشي بغينا ديكونجليه عاد نجبدو. لا، من غير ديكونجليه خاصك تنقيه وتحيد ليه التفل ديالو وتحيد ليه كل شيء. فاش واش هاد الطريقه هذه صحيه استاذ عبير عياشي؟ صحيه، غير هو انا علاش غير هو خاصنا نستافدوا من هذوك الوراق اللي غادي نلوحوا. انا تيبقى فيا الحال ملي تنشوف هذوك الوراق ديال القوق مليوحين، هذوك الوراق اللي على برا، يعني هذوك الوراق اللي على برا خاصنا ضروري 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 اننا نستافدوا منهم. كيفاش كيفاش ناكلوهم؟ راه تيتكال هذاك اي غل، ولكن غير الراس ديالهم. غير الراس ديالهم، غير الراس ديالهم، لان الاغلبيه ديال الناس ملي تيديروا هذاك القوق هذوك الوراق ما تيعدوش هذاك الطرف الفوقاني اللي كاين في الوراق. وانا قلت يعني الماده الرئيسيه اللي كاينه في هذا القوق، لان الاغلبيه ديال الناس الان سمحوا تيعانيوا من مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي، وهاد لينولين اللي كاينه في القوق اللي تعتبر من بين السكريات اللي ما تتهضمش، تعتبر من بين المكونات الغذائيه اللي تتلعب دور مهم جدا على مستوى الجهاز الهضمي. انا بطبيعه الحال دائما تنهضر على الوقايه، ما تنهضرش على العلاج. فالتناول لا بالنسبه للاطفال ولا بالنسبه للكبار ولا بالنسبه للنساء ولا بالنسبه للشيوخ، نقطه اللي هي مهمه ومهمه بشكل كبير. وانا نقول لك هذه المساله ديال القوق علاش جا في فصل ديال الربيع، لان هذا موضوع اللي هو موضوع مهم. تناول ديال القوق فصل الربيع، حنا تنعرفوا بان فصل الصيف هو فصل ديال الزرود كما تنقولوا حنا بالدارجه ديالنا، وتناكلوا فيه اغذيه اللي هي فيه دهنيات بشكل كبير، لان الامور مديره بواحد التراتبيه. ملي تناكلوا الان لهذا الفصل ديال الربيع، الفصل ديالاش؟ الفصل ديال الخضر اللي هي طالعه خضراء، الخضار خضراء، الخضر خضراء. نعم الفصل ديال الحليب والمشتقات ديالو، لان البقره دابا تترعى، الحليب موجود، الزبده موجوده. الان البقره او بين قوسين الكسيبه الان تترعى مزيان، تتوجد الفصل الصيف، تتوجد الفصل الصيف، تتكون سمينه، تتذبح فصل الصيف باش يداروا الزرود وتداروا العراس الى اخره. فهنا تحضير الجهاز الهضمي باش يستقبل هذيك اللحوم فصل الصيف يتم عن طريق تناول القوق وعن طريق تناول الجلبانه، لان هاد اللينولين اللي كاينه في القوق تساعد على اصلاح ما افسدناه فيما يخص الجهاز الهضمي ديالنا. اذا الا فهمت معك استاذ نبيل عياشي، خاصنا نوجدوا الجسم ديالنا لاستقبال فصل الصيف وكل ما ياتي مع فصل الصيف من اكلات و... فاذا القوق من بين الاغذيه ومن بين الاطعمه اللي تتوجد الجسم ديالنا بطبيعه الحال اللي تتوجدنا في فصل الصيف، لان فصل الصيف هو غذاء اللي فيه، هو فصل عفوا اللي فيه الاكثار من تناول اللحوم. الاكثار من تناول اللحوم، خصنا نعرفوا بان اللحوم عباره عن بروتينات، هذيك البروتينات راه صعيبه في الهضم ديالها، والدهنيات كذلك اللي كاينه في اللحوم صعيبه في الهضم ديالها، وبالتالي يتم تنعيو الجهاز الهضمي ديالنا عن طريق تناول مفرط ديال هذيك اللحوم وديال هذيك الدهنيات اللي في اللحوم، باش نهيئوا الجهاز الهضمي ديالنا عن طريق تناول هذه الاغذيه اللي كاينه فصل الربيع. واخا نشوفوا الطريقه ديال تناول ديال القوق. طبعا ممكن ناكلوا خضر، يكون دائما افضل. نعم. ياك واخا تيكحل في مشي شويه، وهنا عطيتهم حيله باش ما يبقاش. نعم. يكفينا ناكلوا الليمونه من بعد صافي تيمشي التشويه الكحوليه. لكن واش تيفقد المكونات ديالو الاساسيه والغذائيه والمفيده جدا للجسم ديالنا فاش تنسلقوه مثلا، تناخذوه مع لا فينيغريت، اولا فاش نطيبوه يعني في طاجين مع الجلبانه؟ نعم تيفقد مكونات غذائيه، تيفقد مكونات غذائيه على راسها المضادات الاكسده اللي كاينه في القوق تتفقد. صحيح ان تيبقى هناك بعض المكونات غذائيه اخرى، داكشي علاش هو اختي سميره بوغ اي خضره كيف ما كان النوع ديالها من الافضل تكال خضراء وفي نفس الوقت تكال طايبه، ما نعتمدوش على غير طايبه، نعتمدوا على واحد الكيمياء خضراء كيف ما شرنا على اللفت بالنسبه لبدايه الاسبوع، وقلنا بان خصو يتكال خضر ويتكال يابس ويتكال طايب عفوا. نفس الشيء بالنسبه للقوق، يتكال خضر ويتكال طايب. نفس الشيء بالنسبه للجلبانه، يتكال خضراء ويتكال طايبه. الناس ربما مشاو في الاتجاه انهم تيعتمدوا فقط على الاغذيه الطايبه،
وهذا تيخلي اننا تنفقدوا مجموعه ديال المكونات الغذائيه ديال هذه، تتبقى بعض المكونات اللي هي رئيسيه، ولكن المكونات اللي هي ثانويه واللي اصبحت الان الاحتياجات ديالنا في منها رئيسيه، فهذيك المكونات تنفقدوها. واضح استاذ نبيل العيش.